ويا منتسبين إلى محبة الصحابة والسنة، لا والله ليست السنة في تنقيص قدر أهل البيت، ولا في ذكر فضائل علي بن أبي طالب، ولا في ذكر فاطمة الزهراء. ما يكون سني من لم يحب فاطمة، لا والله، ولا يكون من أهل السنة من لم يحب الحسن والحسين، ولا من أهل الجنة، لا من أهل السنة ولا من أهل الجنة من لم يحب الحسن والحسين، لا والله. فتمجيدهم في الآيات نزل، يدعي السنة ويثقل عليه المدح لأهل البيت، استغفر الله. أمة ميديا تي في.